ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا. والنهارده الفقره هتكون استكمالا لحديثنا عن الكورونا. كنا بدأناها قبل كده الحديث دوت مع الدكتور محمد عوض زوين، اخصائي الامراض الصدريه والبطنه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، فرصه سعيده. انا اسعد ان شاء الله نكمل الحوار. ان شاء الله. عايزين نعرف طبعا، احنا اتكلمنا في النقط اللي احنا اتكلمنا فيها مش هنتكلم فيها تاني عشان وقت البرنامج. اكيد. فاحنا كنا وقفنا عند اخر المشكلات التي تواجه مريض الكورونا المتعافي. ايه بقى المشاكل اللي بتقابل مريض الكورونا بعد التعافي؟ احنا كنا اتكلمنا برضو شوية في المرة اللي فاتت ان ممكن مريض الكورونا بعد التعافي بيحصل له حالة زي الخمول، الضعف العام، احساس بالنهجان على فترات متباعدة، ممكن تعوده في بعض الاوقات الكحة، في بعض الحالات بيحصل لها تليف في الرئة نتيجة الالتهاب دوت، والتليف ده للأسف ما بيرجعش تاني لطبيعته، غير هو كل مقدرتنا ان احنا نقدر نحجم المرض نفسه، نحجم التليف دوت وما نخلوش ينتشر في الرئة في ايه يا فندم؟ بالرياضة. مضادات حيوية لا مثلا؟ لا، مش مضادات حيوية، الأدوية للأسف ما بتفلحش، لأن أغلب الأدوية اللي بتستخدم في علاج التليف في الرئة اللي بيبقى لها تأثيرات ضارة على بقية أجهزة الجسم وخصوصا الكبد، تمام. وده غير ان هي باهظة الثمن يعني، وأدوية مش فعاليتها ضعيفة، نسبة نجاحها ضعيفة في علاج التليف الرئوي. فاحنا بنحاول ان احنا نسيطر عليها عن طريق موسعات الشعاب، الأدوية العادية اللي هي مضادات الحساسية، الحياة الرياضة زي ما بعيد، حضرتك قلت، ايوه رياضة، ايه العامل اللي بتعمله يعني رياضة مثلا عشان تقوية النفس، ده اللي الرياضات بتكلم اللي فيه، بتقوي بتفتح الشعب النفس، اكتر ايوه، فبتدي ان احنا لها تجديد. نبعده عن التدخين لو هو بيدخن، نبعده عن مصادر التراب والغبار، نحاول نحافظ عليه في بيئة صحية نظيفة بحيث ان ما ينتشرش التليف ويزيد تأثيره في الجسم، لان مظبوط. طبيعي اي مرض بيبقى معرض للإصابة اكتر من غيره بالامراض الرئة كلها بصفة عامة او امراض الجهاز التنفسي. مظبوط. طيب يعني حضرتك بتقول ضعف عام، او الحاجه اللي ذكرتها ضعف ايوه، عام للجسم. بيستمر فترة لسه هسأل حضرتك، بيستمر قد ايه يعني؟ يعني، ممكن لحد 6 شهور يفضل المريض المتعافي من الكورونا يفضل في فترة نقاهة، من يعني هو فترة العلاج الأساسية من 15 يوم إلى شهرين، ديت الفترة اللي ممكن يكون فيها حضانة للفيروس أو مستمر فيها في الجسم. بعد الشهرين دولت من ممكن يقعد 4 شهور كمان، يعني يكمل 6 شهور فترة نقاهة. الفترة ديت بيبقى معرض فيها لظهور أي أعراض تانية، بس دي تعتبر خلاص انتهى من الفيروس، لكن هو لازم بقى بيتبع بعض الإجراءات، بعض المتابعة، لازم متابعة دورية مع دكتور صدر ان هو يكشف عليه ويفحصه كل فترة كل فترة، كل لحد، شهر مثلا؟ ايوه كل شهر. مثلا يعني كل شهر لازم يبقى في زيارة شهرية للدكتور، يعني يتابعه اوكي. متابعة مع دكتور. طيب مريض الحساسية أكثر عرضة لمرض كورونا؟ والله الاول، اول ما ظهر الفيروس كانت توقعات الناس ان او توقعات الدكاتره والعلماء ان مريض الحساسيه يبقى معرض للاصابه اكتر، لكن مع الواقع والتجربه ثبت ان يعني، وظهرت ابحاث تانية درس تسجلت ابحاث ان مريض الحساسيه اقل عرضه للاصابه بالفيروس الكورونا ليه؟ نتيجه الادويه اللي هو ماشي عليها اصلا، هو مريض كوقاية حساسيه. يعني، حضرتك عايز تقول مثلا الأدوية اللي هو خدها ديت الادويه دي عاملة بتبعد، له زي وقاية من المرض، ايوه فمش زي من السهل إن المرض يخترق إيه الرئة عنده. بتقلل، بتقلل ظهور الاعراض عليه، ويعني هو فيروس مجهول. فبعد الابحاث ما ظهرت، ظهر ان هو مريض الحساسيه مش اكثر عرضه لحاجه للاصابه بفيروس كورونا، بالعكس هو اقل عرضه للاصابه بفيروس كورونا، هي مشكلته بس ان الاعراض لما بتصيبه فيروس كورونا بتبقى اعراضه اخطر شويه من مظبوط. المريض العادي، لان دي التنفس عنده بيبقى اصلا مش عنده عنده قبل مشاكل، كده مشاكل في عنده الرئه، مشاكل في الرئة، فهي والجهاز ديت اللي التنفسي، مسببة له كده. فبتزيد معاه الخطوره بقى، ضيق التنفس بيزيد اكتر، بيبقى محتاج علاجات مكثفه اكتر، ساعات بيحتاج للعزل والحجز في المستشفيات غير العلاج في المنزل يعني. مظبوط. طيب اعمل ايه لو خلطت مصاب بكورونا؟ الكورونا ما بينتشرش كل الناس بنفس الصوره يعني، نسبه انتشاره ما زالت مجهوله، او مظبوط. اصابته لبعض الناس
بتختلف من شخص للتاني، يعني ما ممكن شخص يتعرض تعرض مباشر للفيروس وما تظهرش عليه الأعراض، يبقى حامل تأثرش فيه للفيروس، مثلا. ممكن يبقى حامل للفيروس مثلا وينقله وما ظهرتش عليه أعراض، أو ظهرت عليه أعراض يومين ثلاثة زي أعراض برد ومناعته قضت عليها قوية، من الأول، مناعته قوية. وما ظهرش، ما استمرتش الأعراض. عشان كده ناس كتيرة بتجهل الموضوع دوت، وبيكونوا مصابين بكورونا وبينكروا، خصوصا أصلا إن الكورونا نفسها بتسبب حالة نفسية للمرضى، تمام، يعني بيحتاجوا في أوقات كتيرة علاج نفسي، لأن الناس بيبقى حاجة عندها مجهولة بقى هاجس، جاية للناس فمش عارفين خايفة عنها منها، حاجة. بتحس إن هي بتبقى منبوذة عشان أسلوب العزل الصحي، بيحسوا إن هم منبوذين من لا اللي متهيألهم حواليهم، كمان جالهم كورونا هنموت خلاص خلاص خلصان. الدنيا بتقفل معاهم، فعشان كده بيخافوا أصلا يعرفوا الناس إن هم عندهم كورونا، أو بيخافوا يعترفوا مع نفسهم حتى داخليا إن هم عندهم كورونا. مظبوط. فلو حصل ان حد خالط مريض بالكورونا، ما ي... لازم ما يصابش بالهلع ولا الخوف، يبقى عارف ان هو في خلال اسبوعين معرض لظهور الاعراض. مظبوط. ممكن الاعراض دي تبقى حاجة بسيطة خالص، مجرد كحة او سعال، ممكن حرارة، شوية حرارة بس كده، مظبوط. انسداد في الانف او صداع، الم في الصدر، ديت هي دي اعراض الكورونا اللي تبتدي ان انت تشتبه في اصابتك بالكورونا. تحاول طبعا يبقى قاعد في بيئة معزول عن الناس شوية، لازم يبقى في تباعد اجتماعي، لازم يلتزم بالكمامة في فترة المخالطة ديت لحد ما تظهر، إذا ظهرت أعراض أو ما ظهرتش، ممكن ما تظهرش الأعراض خالص في خلال 15 يوم، بس لازم يبقى عارف إن هو معرض للإصابة بالفيروس في وقت من الأوقات. يعني مجرد ما تظهر الأعراض حضرتك كده يبتدي يعمل بتقول لنا لو التحاليل. حتى خالطنا بالفعل مصاب كورونا، ما يعني ممكن اصلا ما نتصابش. ممكن ما تجيلكش الفيروس اصلا، جهازك المناعي يقاوم الفيروس وما ما تحصلكش يدخلش اي الجسم من اصابه. اساسه. ومتابعتي بشوف حالات كتيره وناس كتيره في الاسره، يقول لي انا، طب انا تعبان، انا لو كنت عندي كورونا كان هيجي لبقيه افراد الاسره. لا، ما بتجيش لبقيه افراد الاسره، ممكن بقيه افراد الاسره واحد يسخن في يوم، واحد يكح وخلاص مظبوط. ويخف ويقول لا ده دي شويه هواء برد من المروحه، زي ما الناس دايما بتنتشر الله، وتقولها، يقول لك برد المروحه. بيستسهلوا. فمش شرط، بس انت لازم تبقى خايف على اللي حواليك ان انت ممكن تعدي حتى لو انت مش عليك اعراض. يفضل العزل لمده اسبوعين. اعمل اللي عليا. في اسبوعين دولت يبقى في تباعد اجتماعي والتزام بالكمامه وغسيل الايدين بالميه والصابون طول الوقت. بس مظبوط. مجرد ما بتبتدي تشك في اي اعراض لازم تقوم ببعض التحاليل المعينه، او على حسب بقى تلجأ للدكتور الاخصائي، هو بيقول لك على بعض التحاليل ديت، او يطلب منك اشعه مقطعيه، او يطلب مسح، على حسب على حسب الحالة. حالة المريض. طيب الحجر الصحي بيكون ازاي؟ احنا ايوه، برضو توقفنا عند النقطة دي على فكرة المرة اللي فاتت. مهمة. لازم طبعا قواعد الحجر الصحي لها شروط، زي ايه؟ لازم اولا المطهرات والمعقمات ديت لازم تبقى متوفرة بكميات في المكان، مظبوط. لازم تغيير الملابس يوميا، وتغيير فرش السرير اللي بينام عليه يوميا، والملابس اللي بتتغير ديت لازم تتعقم وتتطهر من الفيروس. تتعقم ازاي؟ بانها تتغلي، فتتغلي مع كلور في درجة حرارة عالية، يعني مية مغلية، او تعرض للشمس فترة من مش اقل من ساعة مثلا او ساعتين يوميا في الشمس، تمام. ديت بتبقى كافية ان شاء الله ان هي تعقم الملابس وتعقم الملايات، لان التعرض للفيروس بصورة مستمرة في المكان وترسبه على الاسطح والاماكن ديت بيسبب ان بيزيد زي حاجة اسمها فيروس لود، اللود بتاع الفيروس على انتشار، الجسم، بيسهل على الانتشار يعني. بيزود التأثيرات عليه. مظبوط. فلازم يبقى فيه طبعا التعقيم المستمر، غسيل الايدين باستمرار، لبس الكمامة عند الاختلاط بأي مريض، بأي مظبوط. شخص في الأسرة، لازم التعرض يوميا للشمس فترة مش أقل من ساعة. تمام. يفضل طبعا في الصباح الباكر أو فترة الغروب، تمام. بس إنما مش في وقت الشمس الحامية. طيب آخر الأبحاث اللي تمت بشأن كورونا، حضرتك ادينا نبذة عنها كده يعني، قول لنا، يعني طمنا بس، أهم حاجة طمنا يا دكتور يعني، قول لا لنا ان الحاجات شاء الله الكويسة. مطمئنة بإذن الله. أبحاث الكورونا، يعني حاليا التشخيص، المسحة اللي بتتعمل دي، تم توصل لشرايط زي شرايط اختبار الحمل كده للفيروس، نسبة دقتها أعلى بكتير من المسحة. المسحة على فكرة نسبة دقتها 60%. تمام. ودي نسبتها كام؟
الشرايط الجديدة المفروض بعد الدراسات والأبحاث وصلت إن نسبتها 90% طب دقتها، هايل هايل. فديت دي الشرايط ديت، وإن شاء الله هيتم إنتاجها بكميات وتوزيعها على الدول. تمام. ديت حاجة كويسة مبشرة في إننا نشخص الفيروس بصورة سريعة، وهتبقى تكلفتها تقريبا أقل كمان من تكلفة دي المسح. فعلا موجودة عندنا في مصر يا دكتور؟ لا لسه، ما هي بس هي بدأ تصنيعها، وإن شاء الله أنا سمعت وقريت في بعض الأخبار إن مصر تعاقدت على كميات من الشرايط التحليل ديت، وهتوصل قريب بإذن الله. بس هي يعني دي آخر بحث ظاهر للفيروس، اللي هي شرايط التحليل لفيروس الكورونا دي. بالنسبة للأمصال، في 3 شركات حاليا تقريبا، روسيا والصين وأمريكا، بيتنافسوا في الوصول لإنتاج لقاح، بس دي ما زالت لسه تحت التجارب والاختبارات. اوكي. طيب امبارح انا كنت بتصفح في الاخبار، ف يعني لقيت مكتوب انه ترامب مصاب بكورونا، ايوه لكن هي السؤال لحضرتك دلوقتي انه كانوا كاتبين ان عشان وزنه وعمره فهو في حالة سيئة، يعني مش الدنيا مش مظبوطة. هو الوزن والسن بيفرقوا يا دكتور؟ السن طبعا ممكن، انما السن. الوزن دي كانت مفاجأة. لا، هي مش موضوع الوزن، ممكن حاجات تانية مثلا، يعني أسباب تانية هي تكون معرضة. وزي ما أنا قلت لحضرتك إن الفيروس مجهول تمام. في إصابته للأشخاص، ممكن واحد يكون كبير في السن وعنده 80 سنة ويتعرض للفيروس ويخف منه في خلال أسبوع ولا 10 أيام، وممكن واحد تاني يكون شباب وما بيدخنش وبيمارس الرياضة والفيروس يأثر عليه. الفيروس دوت عبارة عن سبحان الله. بيصيب الجهاز التنفسي والجهاز والدم في مظبوط المناعة، مظبوط. يعني ديت لدرجة ان بعض الناس، يعني في تحاليل او في دراسات بتقول ان فيروس مخلق، بمعنى من ايه؟ ما مفتعل يعني فيروس ان هو يعني؟ من خليط من الفيروس الايدز اللي هو بيصيب الجهاز المناعي في الدم، وفيروس السارس. طيب انا هستأذن او حضرتك ناخد احمد معانا اتصال تليفوني. تمام. الو، السلام عليكم. اتفضل. عليكم السلام يا فندم. اكلم الدكتور محمد بعد اذن حضرتك. اتفضل يا استاذ احمد. ازيك يا دكتور؟ انا الكابتن احمد يوسف من الشمالوين. كان جاني كان جاي صوت عند حضرتك، وكان كشف كان عنده حساسيه على الكتف، تمام. وكنا دكتور دي صراحه على كام واحد الشمالوين والمنصوره، بس ما حصلش نصيب انه يخف بسرعه. لما جينا عند حضرتك يا فندم بصراحه، وانا بتكلم بما يرضي الله، فوجئنا بالدواء اللي انت كتبته. كنت كتبت لنا كام نوع من الادويه، ما كانتش غاليه، كانت رخيصه، واللي كشفت برضه كان كويس جدا. فانا قلت لازم اشكرك انه خف بعد خلال 24 ساعه كويس. فقلت لازم اشكر حضرتك وعلى الملأ، لانك راجل محترم ربنا يخليك يا كابتن. طيب يا استاذ احمد، حضرتك شكل الموضوع مطول، وعشان مده فقرتنا حضرتك ممكن تتواصل مع الدكتور. انا بشكرك جدا على الاتصال. ربنا الارقام على يخليك. الشاشه. شكرا يا فندم. معلش، عشان احنا يعني انا نويت خلاص ان احنا نخلص الاسئله، ايوه، فعشان لازم اقفلوا نخلص الاتصال يا جماعه، اللقاء معلش ان شاء لحد الله، ما يعني نخلص. تمام. باذن الله. طيب حضرتك كنا بنسال عن بنتكلم عن الابحاث. لا، كنا بنتكلم عن ان ترامب والعوامل اه المؤثره على الكورونا ان هي والوزن. تصيب الوزن. لا، ما لهاش علاقه بالوزن مفيش ولا حاجه، ابحاث قالت انه انما هو مثلا الوزن ليه علاقه لا لا بالموضوع او مفيش كذا؟ حاجه. لا، هو فيروس بيصيب الدم وبيصيب الجهاز التنفسي في الحالتين، وانتشاره في الدم سريع، تمام. وخطورته في انه انتشاره فعلا سريع وعن طريق الرذاذ فقط، ومجهول في الاصابه للاعراض الحاده. يعني مش شرط ان محدش يقول ان انا مناعتي كويسه، ان انا ما بيجيليش امراض، ان انا الفيروس مش هيأثر فيا. لا، لازم تبقى عامل لازم كله يخاف. احتياطاتك. طبعا ده اكيد فعلا. ومازال الفيروس في مراحل انتشار، بيزيد في ازدياد، مش في نقصان. لسه هسأل سيادتك، احنا دلوقتي داخلين على الشتاء، توقعات سيادتك ايه؟ يعني الدنيا هتسوق اكتر ولا هتبقى احسن؟ هو ان شاء الله مع الدراسات والابحاث والعلاجات اللي بتتم، الحالات كتيرة بتتحسن. وانا عايز اقول واطمن الناس ان نسبة بسيطة جدا من المصابين بالكورونا هم اللي بيتطور معاهم الموضوع، وبيضطروا ان هم يتحجزوا في مستشفيات او يدخلوا عناية مركزة، او تمام. يلجأوا لبعض انواع الحقن المضادة للفيروسات اللي بتحجم الفيروس في انتشاره. فدي نسبة قليلة، بس مازال بينتشر بصورة كبيرة،
وما زال بيصيب ناس كتيرة، وناس كتيرة بيحصل خطأ في التشخيص، أو زي ما أنا قلت بيحاولوا يتجاهلوه أو ما يعترفوش بالتشخيص ده. لازم مظبوط. ناخد احتياطاتنا، احنا داخلين على فترة حرجة، فترة الإصابات بالبرد والنزلات الشعبية، وهيبقى في تداخلات كبيرة. أي حد يشتبه في إصابته بنزلة شعبية أو نزلة ما برد يترددش. لازم يفحص نفسه عند دكتور ويلجأ للموضوع دوت، لأن الفيروس ما انتش ضامن إن كل أفراد الأسرة هتعدي منه سليم. مظبوط. طيب دكتور محمد زوين، حضرتك ايه رأيك في مصل الانفلونزا الموسمية؟ يا ترى ده يأثر بالسلب او بالإيجاب؟ يعني المفروض ما يأثر بالإيجاب بقى طبعا على ومصل الإنفلونزا الكورونا. الموسمية إيجابي طالما أنتي أخدتي قبل كده أو اتعاملتي مع، يعني خدتي الفيروس ده قبل، المصل الفيروس ده قبل كده، هو أنتي بتتلقحي بجرعة من مضاد للفيروس خاملة، بيحصل لها نسبة تبريد أو نسبة خمول بحيث إن هي الجسم يواجه الأجسام المضادة، فما يتعرض للفيروس يبقى موجود في الجسم الأجسام المضادة ديت اللي هتقدر تقاوم الفيروس. فأنا بنصح مظبوط. الناس إن هي اللي خد الفيروس قبل كده، اللي خد المصل الإنفلونزا قبل كده بس هو اللي ياخده، إنما مفيش حد جديد يحصل عليه إقبال ويقول لك المصل الإنفلونزا هيحميني من الكورونا، لا مش الكلام ده. ممكن يزود الأعراض معاك لو أنت ما خدتوش قبل كده، أو جسمك ما استقبلش الفيروس قبل كده. وفي ناس بتتعب بعد أخذ المصل ده على طول وبتتطور معاه الحالات، فلازم ولازم يتعمل له اختبار حساسية قبل ما يتاخد المصل. مظبوط. يعني مش عايز الناس تبقى عندها إقبال، لأن أنا ملاحظ إن على الفيس أو على الجروب عندي في العيادة إن ناس كتيرة بتسأل على مصل الإنفلونزا وفي بيتسابقوا عليه في الصيدليات. محدش ياخد الفيروس المصل الفيروس الإنفلونزا إلا إذا كان خده قبل كده أو هو متعود إن هو ياخده، لأن دوت هو بيحمي من أعراض البرد بس مازال مجهول بالنسبة لتفاعله مع الفيروس الكورونا. مظبوط. طيب حضرتك تنصحنا بإيه؟ يعني تنصح السادة المشاهدين بإيه؟ سريعا. تباعد اجتماعي يحافظوا عليه، ما يبدأوش يلجأوا للتجمعات ولا يخرجهم. لازم النظافة المستمرة، غسيل الإيدين باستمرار، لأن الفيروس أنت تقدر تلحقه بالمطهرات والمعقمات لو أنت تعرضت للإصابة المباشرة مثلا أو أنت جالست حد مصاب بالفيروس، بس أنت واخد احتياطك إن أنت في مسافة مترين بينك وبين أي شخص، ما بتختلطش بمكان فيه زحام، ما بتقعدش في الزحام فترات طويلة أو في أماكن مغلقة، دي مظبوط. تبعد عنها. تمام. نصيحة برضو تطمنوا على نسبة فيتامين د في الجسم. تمام. الناس المعرضة لنقص فيتامين د اللي عندها نسبة نقص في فيتامين د ديت معرضة بصورة أكتر للإصابة بالفيروس برضو. طيب أنا بشكر حضرتك وكنت سعيدة جدا جدا ربنا بلقاء يخليك. حضرتك. بشكر الدكتور محمد عوض زوين، أخصائي الصدرية والبطنة، وطبعا احنا الحمد لله لمينا موضوع الكورونا النهاردة يعني، وإن الحمد شاء الله لله. يبقى لنا لقاءات تانية. ربنا يخليك يا قبل ما فندم. أختم بقى، أنا حابة أوجه حاجة للسادة المشاهدين جميعا. أنا بدعم وبأيد سيادة النائب كامل أبو جليل، وبشكره جدا جدا على اللي عمله في مركز إقصى. وطبعا انا كنت امبارح في مؤتمر ليه، كان معانا الدكتوره ميرفت عبد العظيم امينه المراه عن الفيوم، الاستاذه امال المليجي، طب معلش انا اشوف، امال المليجي امينه المراه عن حزب عن مستقبل الوطن مركز اقصى، وده سياده النائب كمال ابو جليل. معانا صور تانية يا اخوانا ولا ايه؟ ده ابن عمي طبعا الحاج ممدوح السيد. طبعا انا بشكره جدا جدا لانه عرفني على ناس كويسه امبارح، الحاج ممدوح عضو هيئه مكتب مستقبل وطن عن مركز اقصى. برضو معانا طبعا احنا خلاص عرفنا النائب وعرفنا ابن عمي، معانا النائب الثاني الاستاذ حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ عن دايره مركز اقصى، وبنتهز الفرصه وبهنيه طبعا، بقول له الف مبروك يا سياده النائب العضويه، وكل الدعم وكل التقدير لسيادة النائب كمال أبو جليل، وبقول لهم وما زلت أقول أهل الفيوم يستاهلوا، أهل إقصى يستاهلوا، خلوا بالكم منها منهم، ويا رب يا رب تكونوا يد العون الحقيقية اللي تقف جنبنا وتلبي كل طلباتنا وكل رغباتنا.
وان شاء الله بالتوفيق سيادة النائب. وانا مبسوطة جدا جدا ان انا يعني بعلنها على الملأ ان انا بأيد حضرتك. انا ما عنديش نفاق ولا عندي اي تطبيل لاي فئة من الشعب، ولكن حضرتك حد محترم وتستاهل ان احنا نقف وراك بجد. شكرا جدا، وبالتوفيق طبعا لكل المرشحين والتوفيق للجميع، وبشكر حضراتكم جدا جدا على حسن المتابعة وحسن الاستماع، والى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج هنحب ايامنا.